الزول اللي وراك هذا. اسوء ذكرى في انتخابات عملتها تونس هذه. انتخابات 2012. انتخابات 2012 انا نجيو ناخذوا كان الذكريات اللي تاسف البشر وتازموا ما تخليوش. علاه البلاد بخير امورها واضحه. علاه انا واحد من الناس هاو. بدينا نخمم عندي امي هي راس المال وانا عايشين وحدنا في الدار نخمم ناخذ بيه الخبز وناخذ بيه العظم. هلا فاهم مشكلة زوز؟ فاهم مشكلة، إذا كان باش ناخذ حر عظم مانيش ناخذ الخبز. وإذا كان باش تاخذ الخبز؟ وإذا كان باش ناخذ الخبز باش ننفخوه ونشربوا ماء. هاك هاو. يعني ما عادش وخر وخر ظهر اللي بيبو فيه. نتخبطوا في الهم روسنا. آخر مرة شريت فيها حر عظم، شنو سومة وقت؟ آخر مرة نتفكرها وقتها كانت تقطع وتبدا ماهيش موجودة 2010 2009 ب 520 وقتها وتغلى وقتها. تسمى غالية على الاخر. تسمى غالية على الاخر. واليوم شنو سوم؟ اليوم ب 800 حر هذا. اه. هي عندنا ريان يظهر لي في دورة 700 واج. ايه اش خلت على 800 كعب هذا ب 190. هناك البورصة. بالضبط. مشاريعهم قاعدة تمشي، فلوسهم قاعدة تتخبى. يعني اللي كان يصير قبل قاعد يصير تو. طريقة غير مباشرة. بل كانوا سراق هاكا والعالم الكل في بالو سراق بالسبحة. هاك تشوف. ما عيش أغلات يا صاحبي. لا عيش صحيح ما عادش. لا عيش أغلات ما عادش عيشها فيها البلاد. حارة العظام ب 800 فرنك. يعني باش تتعشى يلزمك تصرف 5000 وحدك. مش تبدا عندك عائلة. منين بيجيب الزوالي؟ صحيح. منين بيجيب اللي يخدم في المرمى؟ صحيح. ما تراش انت الناس اللي تاخذ في قروض على حساب الشعب شبيه ولد سي فلان يحب قرض باش يعمل مشروع الفلاني اي منين باش يخلصوا يزيد انت كل مواطن زيدوا في الفاتوره نتاع الضوء زيدوا في الفاتوره نتاع الماء على البنك خالصه. ديجا هما مبرمجين برشا زيادات ولا عادي ايه هنا شنو عندك باش تعمل؟ المواطن ما عنده حتى حل، خليهم هما رجال السياسه رجال الدوله يتفاهموا مع بعضهم، احنا عباره واحد ولا كزايله. نحن خلينا للسرقه، خلينا للخطفه، خلي السرقه الكل متهم بالعسل وجايح القرجومه. الشعب يسرق، الشعب يعمل، يهزوا فيه للمراكز، يهزوا فيه للمحاكم، يهزوا فيه للحبوسات، والسراق المعنيين بالامر اللي يلزمهم يتشدوا تشوفهم.